اليوم راح نمتحن شخصية. طبعاً مثل ما شفتوا في الفيديو السابق امتحنا شخصية علي عمر، وكانت ردة فعل سكواد هيك مجنونة حرفياً. لكن إذا لساتك ما شاهدت الجزء الأول من امتحان شخصية اليوتيوبرز، أدخل القناة وشاهد المقطع هذا. والآن يلا بينا نمتحن شخصية وايد في الجزء الثاني. بس قبل كل شيء انزل تحت واضغط زر لايك واضغط زر الاشتراك إذا مشترك في القناة. ونوصل. اوكي مثل ما عم تشوفوا غيرنا الاسم لوايت 444 وطلعت بالكلان اكيد حتى ما يشكوا فينا. ليتس جو يلا فينا الحين ونشوف ردة فعل الناس. اكازا وايت شفت لقاك ودع عشيري عافك ولا شوفي لي عافك اخي بالروج ولا اسقني انا نوبة وايت انا نوبة وايت والله تويت هذا والله تويت اسم الطرف الاحمر بس ياكد بزي وايت 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 خلي صور شي لقطه صاحبي كان مريض وايت 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 دير سكرين دير سكرين قول دير سكرين يا وايت انا خايف مسكين انا بدي اتكلم عن الكونير والتاكيو وايت وايت اخويا انا ديما تدعمك اخويا سبيتها يا قتلة اعرف منه وايت نار كيفاش انا تليفون وداخل هكيش ما حب شي يموت ترى مصير فايفي انا حابه يجي يتفرج علي واي يلا سير خيوة شو شو اللعب ديالو اللي راه شوف اللعب وقول لك واي سيبت الاي دي ديالو دي بلاتي واه بلاتي لازم الاصفر كاع انا وايت نفرج بلاتي خاي وايت يلا سير قيد قيد بلاتي 40 6 3 3 3 8 5 7 وايت انت ايوه لا لا وايت وايت ويا وايت ترى نضربهم بعد وان داون وايت لا وايت اعطيها شي هيد بالاول هاتيك وايت
قبلني في نظام يا خلوان افقوا جيبوا فيم جيبوا فيم قبلني في نظام يا واي نزلوا لعبوا معها جيم خرابي فيت اكاوز تعال يا اكاوز ملتيت مع الجيم بزاف ملتيت ضربناش الاحمر بزاف واه لو كان خاصها تجي في الرانك والله كان خاصها لعبوا كلاسيك معاه ويت نجيبوا لعبوا كلاسيك معاه ويت اكاوز كلاسيك ما نقدرش نلعب رانكت لانه نقصوا لي واي ارسل لي كود يا خويا ارسل لي كود اشحل لي اشحل لي ولا ارسل لي كود لا اعطيني كونت فري فاير يا خويا واي طبعا بلايد وراك انا لا لا واي واكتب لنا وايت واش نعرفو كيفاش لا تما تما كتبت له بالمغربيه باش يطمن بلي انا واي لا عندي في لي زامك هذا راه تجيك شو 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 واش نطلع لا عرف لي لا لا ممكن لا كان خاص لما ندخلوش مع بسكوات يطلع لها الاسم القديم أوه لا لا اخبرنا شي كود اخبرنا كود اخبرنا كود يا ربي بيكون سيئة ربي يكون مازال في كلمة وايت بطل جيكسو لانه لما يضغط على البروفايل يبان اسم القديم واش تقدر معنا بشي كود اخاي وايت مغاربة ديو يا ربي يكمل فيها هكا يا ربي الله ضريب ضريب تحية للناس المغرب اي مغربي يشاهد الفيديو انزل تحت حط زر لايك خلينا نشوف كم المغربي يشوفنا الله ضريب فين ضريب تحية وايت تحية من المغرب وايت والدف كارك غير لخويا وايت هادي لا لا الله تواي واش واك كلشي حمار واه واه ضربه من ورا لا وايت راك عاجبني ها يلا كلشي حمار اللي تقول ما وايت ها والله لا كل شيء حمار ها ها والله تخليتوني habilidad del enfriamiento باقي 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 ناري 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 لا وايت ناري اوه سرقوا لي السكلات والله تا وايت لا ما دخلتش لا 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 دو بيتي عرفوني بلي انا يا كيما ضغط على البروفايل بعد كيما لا ما لا ما بس ما انا قلت لي مع اللي ما عارف بلي ماشي وقت نلعب اوائل هذا انا كود اخي انا غادي نضيع شرجه انا اكاكا وايت عندي 35 وانت نمشيو للبيك نجيبو كلات هذه الجيم نجيبو فيها كلات الجيم عندي الجيم نلعبو عليه كلات الفيديو تاع علي عمر ما كنتش نلعب على الكلات وتلعب برك على المتعه باش نسمع برك اللي معايا شي يدير رده تاع تاع وتتفرجوا في بنادم وتيديروا لايك خاص معايا وايت حاس على اللايكات راه البيك نجلدو بنادم لازم نضربو غير الاحمر لازم يشوف غير طلقة راس طلقة راس طلقة راس باش يأكد بلي وايت وايت راك عاجبني من كنت تكتري وراك باقي هاج يقولو وايت مزيكت والله ما مزيكت بالله راك والله لا راك نافورة انا والله الا وايت مزيكت والله ما مزيكت ها؟ اقول بنادم وايت يا شيخ انا كنضرب كلشي حمار هو الكاس تضرب كلشي حمار قال لك كون دراغون و دي هذيك هو انا داك هو المشكل كيفاش جابوا لي ديك الكلمه كون دير بليت قلنا لا وايت وايت ملي ما فتحش الماك وايت
قلت في الاخر يعطينا شي كونت اخر صاير كنضربك بالساق ولا الريفولوسيون. ديما مغربه واي شي 30 اشي 20 كيلو لا 35 اصي سيدي الريو كلوان صافي الريو الى فاش حتى محق الرب غير هو انت بقيت الاخر ادخل ادخل محمد بقيت لي فاش جاتي اول تبغات لا 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 شفت القلب وما شفتش بلا بايت لك واش دخلنا دما وان اخويا واش دخلنا واش دخلنا واش لا 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 او 20 باك حتى يا ربي ريفايف باش نجيب 20 كيلو ولا ديال كان اشكون انت واي لا احسن احسن يوتيوبر في السيرفر مود واش عندك الخطوط باش بغيتي الموت في البال هرب واي هرب انا مقاتل واي شي هرب لك شايف هذا اساسين بيزي قال لي موش الان قال لي هو ما لا لا هجلي رجلي اجي 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 وايت تريفاجين انا بلا راكد عرفتي لي واحد وحده كوكز لي وحده ضربات كوكز لا بيغان كنت تبي فيكس كل شيء في ماري 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 واي ترى غدرونا جوج فرين ولاد تديو فلش 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 واعر واعر بس اما ديول تحت ديول تحت عشير العيون تتفهميني 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 هو تراديو انا اطفون هذا كور الثمينة تكنو انا هذي كلمة كاوس هذي نضربه الأصفر نزيد نضربه غير الأحمر يلعبها وايد
وايد خلينا نبقى نتفرج في كاس يرال. دريب دريب هذا اللي قلته الله. يلا فرزنا اول فرز فرزنا في المتعة متعنا يا اخويا والله ما مجيد ما تقولش على وايد راتشا بي اساسيناتوس كني سهل ايوا يلا غدار بيدا ما تدوش لي كي قدك شو 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 خي انا قرشة هذا رديك شو لا حرفوني هادي كادي كاوي تادي كادي شو شو منين يرجع شو والله لا يرجع 121 هيك وي تراني دير قابينه في اليوتيوب ها شو 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 كاين بو شو 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 كاين ما نقمي نقمي اتلاقى خونا انا خايف يجي كونكسيون تلعب دوايت قول تلاقى جات تلعب دوايت خونا قول تلاقى شوي قلت لي دي الكيل عرفتي يا وايت ملي عطيتي ديك السخانة وبرو برتي قلت لي لاقى مسكين او جو خلنا دل هذا يخوف تصور هاكر لا ماشي هاكر بنقول نادي هذا والله لا اسمع طاحت يلبس كذا بويا اوكي سكوت اللي اخرى تكون من هاي زوج بر كينا واحد المرة فاك مسيرفايفين في الكلاسيك اوه يي عامل ايه نكملوا الجيم بسرعة راتشا دي اساسيناتوس ماي برادر ايش القارب صار لا اصفر ابي تلعب بها شويه مالي زيز زيز 19 كيل في الكلاسيك بصحتي المهم شفنا ردة فعل تاع هذا اركوزا لقينا في الدئب الواحد المهم حبيت نتاستي شويه شويه كان قريب عرفنا المهم كان هو هذا الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم مع الاسف دخلنا مع بزاف سكوادات هذا الشخص الوحيد اللي فتح معايا المايك سوا حبيت نخليه في الفيديو ونلتقيه في جزء اخر ما تنساوش تكتبوا لنا اسم اليوتيوب اللي حابين نتاع شخصيته في الفيديو